بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. هناك أحزورة أو فزورة موجودة في الواتس وهي تقول: حضر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفاته ولم يصلي عليه صلاة الجنازة أو الجنازة رغم أنه من آل البيت، أي المتوفى من آل البيت. ثم أجاب الأخ الفاضل وفقه الله لكل خير أن الحل هو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نقول أيها الفضلاء الموفقون المباركون، لقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى على إبراهيم، وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: أحاديث صلاته عليه السلام على ولده إبراهيم فيه أحاديث مسندة وأحاديث مرسلة، فالمسندة عن ابن عباس والبراء بن عازب وأنس ابن مالك وأبي سعيد الخدري. حديث ابن عباس رواه ابن ماجه في سننه قال: أخبرنا عبد القدوس ابن محمد ابن داود ابن شريب الباهلي عن إبراهيم ابن عثمان عن الحكم ابن عتبة عن مقسم عن ابن عباس قال: لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن له مرضعا في الجنة، ولو عاش لكان صديقا نبيا، ولا عتقت أخواله القبط، وما استرق قبطي. انتهى. وأما حديث البراء فراه الإمام أحمد في مسنده وساق بسنده عن الشعبي عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على ابن إبراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا. ورواه البيهقي وقال: وكونه صلى عليه وأشبه بالأحاديث الصحيحة. انتهى كلامه. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه وساق بسنده وذكر الحديث. وعلى ذلك نقول أيها الفضلاء المباركون، فقد ثبتت الصلاة على ابنه إبراهيم، ولذلك نقول لابد أن ننتبه لما يكان من الأحاجير والفوازير والأحزورات والفوازير التي تكون في هذا الوقت، ونتبه لمثل هذه الأشياء. أرجو أن تنشروا هذا المقطع لكي ينتبه الناس ويتعلموا، وصلوا على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. آخر دعوانا.